السلام عليكم جايز. لما انتي نادى ام عسنتين وانا كحمة التلفن كيني قرال كيني مني مكي جواب كري بل سوان رونا يعني هدا سيدي هروا داما الحمد لله ان قف مربو قف مو جواب كري ان محايا هاي دي مركا حاج على استدمانتي نايدين وضشاغو سي اني انا التلفن كيكا كلايرا دي قرالكا ان هدا تلفك دي كقبوا عام قرالك نيجي جوابا macnaheedu ma aan inaan saaid u daranahay waruna hadda sidii waruna waa dhaama si kastoo ila jeceshiina oon fiicanahay alxamdulilah waxa walbaba marka waa maasantiin aniga waan fiicanahay allah idin xifdiyo thank you so much بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها قالي وبلاشينا مريم وحيد الله يسود وهذا قلب تقلب نيد تنيد ما فهمتين وحدا لا هي عافيمات يا عمر دينا اذن جينا دمانتينا امين يا ربي وحان كره فيديو يا دكتور غار سي شير غير ان شاء الله لايك صار ادنا ام حسن تحقق لي جزاك الله خير الف مره ما انتو حرام ان كهل دد بدنا وحي ودين بومبولينايين ولا شين سمايو ادن يو حاجه كده لي عاط اوكي اوكي فيديو هرنا اوغ سو هادلي فاميلي كاس الله بركيه بارك الله فيكم الله هي إلا سبحانه وتعالى هسكوسي بركيو إن إيه سمايو مركي إيه كتكتي نيروبي وحاجري خير باجرة مركاس خير باجرة خير مفهمتين سو إن بيبي علوش وقجري إن إلا سبحانه وتعالى أيا بيبي علوش وقلي أروس أوره أي مقل جري أروس أوره إليه كاليه مركي ساس أسكو أروسين بو إلا سبحانه وتعالى بيبي علوش وقلي مركو بيبي إلا علوش وقلي دي حوغا مركي نيروبي جوجتين وحا وقف اسكا دلانيار اي وحا لغا يابا اني سن اسيلالينين اي سن اسكيلالينين وحيا وبدن اما اي علاس قادي اما اي اوردي اما اي وحكا نحضي اتليست يعني الهي سو سن قدر لعنو غاينو بنانك اي مادو مرايكا مركا تكتلمي هاك صو قصو دلمي ان اوكي الحمد لله قبلي وحانو ستي وحا لغا اول نا ايضا اسكا نفي اسكا هيد قف اسكا تعبان سن اسكا هيد دختر قشي ادي ادنو ايقو حانو سترون هانتي إن الحمد لله رب العالمين هادرتان اد بي لكن وفي عانتها المي دي مركي او دخترك اد تكتب المي ولا بس وحاقي اما ايقا اسكا صداتي لباس مدلي نقطي لكن الحمد لله المهم هادي مهمة دو حيتها هويد هادي عافمات قبطي الهي سبحانه وتعالى هدو قطة لقلي ويسك أولاد وحوا ويسكي من دون تاو حوا إله سبحانه وتعالى دوكو تلقلي إن شاء الله إله نحن كرجينا إن أنت أسكو إمادان ومحو هاي هالمال إسر جوغان أولاد فربضان سيدي أي جعله إنو إله أسيه إن شاء الله سيدي أي قفل بسيو جعله سيدي وقف كستو جعله إله سبحانه وتعالى أسيه آمين أسوأ له الدعاء إن شاء الله إن وحان كلا إذين شيئا يا وحوا هو إذا مركي أي المهك كسو دلمان رنحانتي وحوا آد بي وحان مبضان تسو مالو حيال هذان Soomaali waxay dhahdaa qof aanan dilmin oo ilma aanan ka soo dilmin ma uusan dhalin wali oo yaani furk fooshi sagaalkii bilood xanuunkii foosh ee aragtay waxa lagu leeyahay waxa ka xanuun badan dilanka ilmaha haduu yiri uu hal bil yahay ee hadii yaani uu 4 bil ilma dilmaayo oo dhig la iska ila 4 bil 3 bil amal oo kal ma aragtay waa iska dhig yaani waa dilan ilmihi markii caloosha ay ku dhex dilmaan ay ku dhex meedaan waa ilmo nool oo dii shantii brood gaaray oo wax walba ilaahay u dhameystiray muxuu ahaa caloosha ka ku dhex meedaan lihi karaa laakiin ilmaha dilmaaya wax ka xanuun badan ma laha mararka qaar samirkaaga la fiiriyaa moogtaa itxaana lagu dhiibaa itxaankaasina ku baasaa la fiirinayaa marka fartii beri la soo dhaafay waxay ahayd maalmo xun oo dee qadii la dhoho nafsad ahaan qofna ka kaban karin balse iimaanka taam laga dhigaa marka afartii beri kowdii horeba kowdii hore ii siiyey soomaahan markii dambena uu iga jeclaaday soomaahan soo marka saas waayno innaga jacaylkaana ayna jacaylka ilaahay ayaa ka baaxad aniga waxa ugu dhacay ramadaanta hadda meen ramadaantiis ramadaanta dadku ramadaantiis ramadaanta ka horeysay ahayd in gabadheeda najwo oo markaas aad u daayiray ahayd baa ilaahay beebi social media markaas ma kasoo sheegin day qofna ma aan sheegin laakiin day anaga family ahaan markaas isku ogeen beebi caloosh ii galay markaas markuu beebi caloosh ii galay waa isku ogaa just day walac walac xilligii xaaladii markii aan maraayo ilaahay qadirtiis anoo gurigeyga joogalay waxaan isku arkay
markii waa iskooga laakiin waxaan ku diidanaa birti waxa because of birta ma fiicna yani hooyada in yani ilmaha laga soo xaq at least ma qurux ma fiicno hadaw ilaahay ugu talagalay inuu sidii ilaahay dabiiciga uu ku keenaa fiican ku xitro waxa sameynaysa adoon iimaano gurigaaga joogo wax kulkulul ma aragtay something kulkulale iska caab and then natiijada ay soo sheeg hayaan lahay markaas nabar imi heenin in maalinkiisa iska aha maalin labaad iska aha maalintii saddexaad ilaahay baan ku dhaartay ilaa aan wax sheekay dhig daqiiqo iga baxay ilaahay ogaa from subax haddana anay waxa way fooshayda iska caadiga ah yani in caadiga ilmaha caadiga markaan dhalaayo oo fooshayda caadiga ah dadka fool dhir dad xalaa hebel uu fool dhir ma aha anay ma fool dhirreen alxamdulillaah in intaba yani ilaahay uu siiyo maana ku fooshayda ma isan dheereen waxa iska ah dabiici yani in dhowr saacadood ma ka badneen at least dhowr saacadood laba saacadood saddex saacadood ma la kaleeto waxa xanuun xoog ahaa kadibna ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ifudhiyay alxamdulillaah laakiin ilmahaas dilanka ahaa wa rabbul izza waan ka sheekeyay lahad from subax salaadi subax ilaa iyo maqribkii laga tukanayay oo salaada maqrib allahu akbar la dhahay dhigtaas waxaan ku dhahay madaxaasan ku taagnaa saasan waxaan ku dhahay warwareeganaya siritaas oo gudgudoomaya ma waan fariisanaa jiif iyo joog dhan aan diidaan ku dhahay jiif iyo joog dhan aan diidaan ku dhahay meelaa istaago aan garan waa iska daa ilmo aan war iyo waxaan kahay dhakhtaradeeda daqiiqadan waxay dhahays marka haddii ay kaa imaan waayaan ilmaha ay soo bixi waayaan at least saacadaha soo socda gudahooda ima ugu dhahday soo laakiin caadi waaye way soo baxeen iska dulqaada wax kulkulu laacaba ugu diray marka waa u sheegay xanuunkii ahay marka because waxay leedahay waxaan ku diidanahay inaan yacni ama aan daawo ku siiyo ama muxuu ahaay aan cirbad iyo waxaas kugu sameeyo ama lagaa soo xaaqa waxaas la dhaho okay gurigayga iska joogo waxaan ku raaday cir iyo dhul waxaan ku isku ka imaaday adduunku dhan waxaan u malaysaan ku dhahay anin xanuunki wixii yaalay inaan in lagu shubay weligii alay ma ilaabayan ku dhahay saasaan rugrugmay waan rugrugmay waan rugrugmay markii dambe oo salaada maqrib wallahi waan xasuustaa aadaanka salaada maqrib cabdullaahi musqusha sas u galo soo weysa qaadanaya unba waxaan ku ilaah subxaana watacaala iga keena meeqaabilooday ahaayeen wax yare ahaayeen xinjir la ahayd xinjir caadiyay oo hilib camal oo kaleta bis iska ahayd ilaah baan ku dhartay weliga alehi ma ilaaba xanuunka aan ka maray ma ilaabi ma fahanteen dhiig baxaa kaaga sii daran haddana dhiig baxa waagaas dhiig iga baxa ma ugu soo noqonaa malaynaa so ilmaha dilmaayo aada u dhibbadan yihiin waxa kasgareeyana run ahaantii anigii qof deeye qof weyn ahay alxamdulilah ilaahay ilmuhu isoo siiyey ma garanaynin mar ahaantaa wixii markaas wixii sababay mar ahaantaa ma garanaynin onliba qadarta rabbilayaan dhihi karaa because of culeysna ma qaadin because waa iskooga markaa inaa uur leeyahay ilmo calooshiday ku jiraan ilmihiina wax yarbay iska ahaayeen culeysna ma qaadin dee hoosha iska caadiga gurigeyga aan ka qabsanayo dee hooyo gurigeeda hoosha ay ka qabsanayso waxaan ahayn kuraasaan qaaday ma jirto ma dhihi kari kuraastaasaan qaaday muxuu ahaaye waxaasan sameeyey ma dhihi kari something adi xag ilaahay leh oo ugu talagalin ilaahay inuu banaanka keeno okay alxamdulillah ilmihii waxaan ku dhahay markay saas xinjirta iga imaaday wallahi waan xasuustaa dhiid waxaa iga imaadaan ku dhahay xabad intaa la eegaan ku dhahay waweynaanta ka bad markay nafta ugu soo noqoto wallahi waxaan ahaa at least laba isbuuc camal oo kaleeto waxaan ahaa waan kasii xanuun badnaa hataa wallahi waxaan kasii xanuun badnaa hataa ilmaha caadiga hooyada markay dhasho yacni waa umula dhowra soo lama dhaho
وقف كاس وقف نور عادية أبغى كسر بحبه أصلاً كبرود وإلها وتر جل دم يستو إلمني مركي إيش بحين أنا كان اسمه دذالين أو اسمه نصينين أو مرة هندي أمور عطاية يعني نصو مصرين سيد ذي الله سكنا حنا نروح كاس وبحين سمتين لك إيزي أنا سرهاي هوش جروجي هي وح سيد الله بس مركي حنوك بدنا ويد داي the second day بدي وحي أنا أسكيست أنا كنا محاها سكا سكا عشان إيش أنتوا حنا كل جروج المجوج أسكت تقارن أسكت قنجف قنجف بعدين ده كا إلمه ما أنت نسأو دوري قام أنت أنا كنا وح جروج يالا قات لوك كان ديجان قات إسكوبا كذا وضو ترتع كذا وضو ما أنت لو حامل أسا شقد جروجين اللي يدري وحنا كورا هذا ما أنتي مركان سأو شقي ما لبعدي إلا وحنا جيران كورا إلا إيوب هل بلا أوكي عيوا كارك الدم ده أنا كي عيوا لوهي أنا كي عيوا تعبان لا سكران أنا كنقول وحنا ديال السنة أي أو أن ديهن أو أن ده يعني سمتين إيزي واي ها ها أوفر السنين إيه وحبا يعني المها هقضي يعني جورجا يعني كانوا حنا كورا هذا سرير سعرنا مرينا سرير سعرنا بدأ ما قشين وهم أكو جدا بيستعبانا أنت وحنا هذاك أنت بدن يعني إن إسكو سعرنا جعل هاي so الحمد لله إله عافمت كانوا زادي أنت هي سن عافمان إله هسيو so هذا عاد بسم الله الرحمن الرحيم ما بإله بكرب والله دلنك آذ ودي بدين هاي آذي آذ المها عافمات كسجالك بلود أو كل شيء والله العظيم وح كدي وح كدي بدن الله بذا بلود أما هالك بال كاس ودي الماء وح كدي بدن مجفتو ما في عندك وحنون آذي آذي آذ وين أو يعني على إيش كين كروان so أنت صار مرتين ودي وكل شيء كان كران كل يقاب تكم أنت جرجينا أنا عايزين كنا كسو جواب كسو جواب دونتين أنا جو أركان الدواء كان ما بدنا شرجر أنا عايزين شيء كنا يا so وحوى شيء كيس كدمر وعي عباين وحالنا سمي عايزين أدي أدي يعني إله سبحانه وتعالى أولاد كلا توب بركة سن الله كسيه قوان إله بقى إذا كتش على ضو إله بقى قلت لجلنا إيف كينو كهنا دي الحمد لله آخرنا الله لا دون كنا الله لا الحمد لله إن شاء الله إله حنك جرجينا يا سيدا جعش إنه إله عايزين كلا جو تبغى راح قال لي فيديو أنت سكسوك بجبينا أنت فيديو جم فيديو الله مدكوا كل مدونه حاجة كده كذا زين نبتقليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.